سوف تفوت الجزائر للأسف حادثا اقتصاديا مهما تنظمه المنصة الرائدة في القارة الإفريقية للاستثمارات وسياسة الطاقة أفريكا أويل أند باور، أو ما يختصر بكلمة أوبي. من خلال سلسلة معلنة جمهورية الأوبي، أحدث الطاقة التي تغطي سلسلة القيمة في القطاع، تشرك وتشرف على الاستثمارات، بينما تجمع المسؤولين الحكوميين وكبار المديرين التنفيذيين وقادة الأعمال والأكاديميين وعشاق الابتكار التكنولوجي والمديرين التنفيذيين الماليين، بوفود من الحكومات الإفريقية الناطقة بالفرنسية والممولين الأوروبيين. أوبي سوف ترحب في منتدى المستثمرين الأول، سيعقد في باريس في الفترة ما بين 16 إلى 18 جانفي 2021، والحدث مخصص بالكامل لتوقيع الالتزامات الرئيسية بين المستثمرين الأوروبيين والشركات والحكومات الإفريقية. كما سيشجع الحدث على استمرار التآزر بين لاعبي البترول والطاقة المتجددة، ويطلق راوية إيجابية جديدة تهدف إلى تحقيق التوازن بين احتياجات التنمية وفي إفريقيا وأهداف المناخ والنمو الاقتصادي فيها. لمدة يومين ستتم دعمة المستثمرين الأوروبيين للمشاركة في صفقات من شأنها تعزيز الحالة الاقتصادية للبلدان الإفريقية. ومن بين الدول الإفريقية التي ستكون حاضرة بقوة لمحاولة الحصول على استثمارات كبيرة، نجد السنغال التي تعد موطنا لمشاريع غرب إفريقيا العملاقة في مجالات الطاقة المتجددة والغاز، والتي حصلت على مبلغ قياسي قدره 983 مليون دولار من الاستثمارات الإجنبية في عام 2019. وكوت ديفوار الاقتصاد الرائد في غرب إفريقيا الناطقة بالفرنسية، والذي يعتمد على النفط والغاز لمواصلة نموه. والنيجر مع وجود حكومة جديدة وخط أنابيب مخطط إلى بنين تبرز كمركز للطاقة في منطقة الساحل، وكذلك موزمبيق مع منتجها الضخم المستقبلي للغاز الطبيعي في إفريقيا بمشروعها للغاز الطبيعي المسال، والذي تتقدم مشاريعه بسرعة كبيرة، حيث يتم تقديم الفرص للمستثمرين الأوروبيين للشراكة مع الشركات المحلية وبناء البنية التحتية الحيوية للطاقة في أكبر سوق في القارة. غينيا الاستوائية، حيث تبحث وزارة المناجم والمحروقات عن مستثمر لمركز الغاز العملاق الطموح ومشاريع التطوير المستثمر للغاز. كما قامت الغابون، وهي منتج للنفط في إفريقيا الوسطى، بإصلاح قطاعها في السنوات الأخيرة بقانون جديد للبترول في عام 2019 ودورة ترخيص مستثمرة من 2018 إلى 2020. أوغندا، البلد المحتمل أن تصبح المنتج التالي للنفط في إفريقيا، حظيت منطقة بحيرة ألبرت في أوغندا باهتمام كبير، وقد استثمر جنوب السودان الذي يحتفل هذا العام بعقد من الاستقلال في مشاريع الطاقة، وهو مفتوح للوافدين الجدد في مجالات الطاقة المتجددة والنفط، ومن المتوقع أن تبدأ دورة الترخيص قريبا. وستأتي غانا أيضا لبيع بيئتها المستقرة، وسيعزز سجلها الحافل الاهتمام بمشاريع الطاقة والغاز لتوليد الطاقة والنفط في غانا في 2021. الطاقة بجميع أشكالها بما في ذلك النفط والغاز هي حجر الزاوية لعودة إفريقيا إلى الأوبي والظهور بعد أزمة جائحة كوفيد. قال روني مونتري أفنيز الرئيس التنفيذي لشركة: نعتقد أن الوقت حان لكي تعيد الشركات الحكومية الأفريقية فحص شراكاتها الأوروبية ودفع الاتفاقيات التي تغذي اقتصاديتها. وسيكون انتقال الطاقة والتمويل المستقبلي لمشاريع النفط والغاز الإفريقية، فضلا عن دور أوروبا في الاستثمار الإفريقي في المستقبل، في صميم مناقشتنا في منتدى المستثمرين في باريس. وسيواصل النفط والغاز لعب دور مهم في مزيج الطاقة والتوسع الاقتصادي في إفريقيا. وللأسف الجزائر هي واحدة من أكثر الدول تأثيرا في المجال، غابت عن هذا الحدث الاقتصادي الاستراتيجي، متخلية على أراضي الصيد للمستثمرين الأجانب وسامحة لمنافسها الأفريقي بالاستفادة من غياب لجذب رؤوس الأموال الثمينة التي كان من الممكن أن تصل للجزائر لتطوير حقول نفطية أو حقول غاز جديدة. ومع ذلك فإن الجزائر في حاجة ماسة إلى استثمارات جديدة لإحياء إنتاجها النفطي المتحسر، خاصة بعد كوفيد والعواقب المخيمة.
حتى اليوم لم يبذل نظام تبون أي جهد على الإطلاق لطمأنة وإغواء المستثمرين الأجانب. والأسوأ من ذلك أنه تم حظر أو إلغاء أو تجميد العديد من الاستثمارات الأجنبية مثل مشروع البتروكيميائي العالمي لإنتاج البرولين بالشراكة مع توتال بقيمة استثمارية 1.4 مليار دولار أمريكي. وفي جانفي 2016 تم توقيع الاتفاقية بين شركة سوناتراك والمجموعة الفرنسية توتال يوم الخميس في وهران لإنشاء مشروع مشترك يسمح ببناء مجمع البوليبرولين في أرزي وشرق وهران، أو مشروع البتروكيمياء في تركيا باستثمارات 1.2 مليار دولار أمريكي. إن الجزائر تضيع وقتا ثمينا مع تضاؤل احتياطاتها واحتياجاتها المالية تتزايد، وغياب الجزائر عن هذا المعركة لجذب الاستثمار الدولي مؤشر مقلق للغاية على الركود الذي يشل نظام تبون حالياً.